مع بداية الألفينات رجعت الروح لفرق السمسمية تاني في السويس، رجعت بقوة، وبدل الفرقتين بقى فيه 7 فرق، منهم فرقة البنبوطية اللي تأسست في 2004 وتميزت بأن كل أعضائها شباب وما زالت مستمرة لحد النهاردة. البنبوطية الفرقة بتاعتك؟ هو احنا كنا مجموعة شباب يعني بنحب السمسمية وبنحب التراث بتاع البلد، فقررنا ان احنا نعمل فرقة. ده من 20 سنة حاجة يعني 22 سنة مثلا. 22 سنة مع انك لا عازف ايقاع ولا عازف سمسمية بس بحب التراث السمسمية، وبعدين اصلا انا ليا خال بيحب السمسمية، فهو الصراحة اللي علقني بيها، هو اللي خلاني اتعاشق واحب السمسمية. يعني بتتلف في الافراح في الحفلات؟ طبعا في الافراح والحفلات والمناسبات. هي اكتر ولا مثلا دي جي اكتر؟ لا طبعا هو السمسميه عشان هنا مشهوره في بلدنا، فهي اكتر حاجه مطلوبه هنا في بلدنا السمسميه. دلوقتي انا عايزك في حفله. تمام تمام، هتتفق على ايه مختلف عن اللي هتتفق عليه عن فرح؟ هو وضع الفرح بيبقى كمان في العدد وفي طريقه الشغل اللي هنعزفها في الفرح. بمعنى اشرح لي كده. يعني بالنسبه مثلا موضوع الفرح، الفرح ليه شغل معين، في ترتيب معين، في اغاني معينه هي اللي بتتغنى هنا غير اللي تتغنى هنا. طبعا. ايه بقى اللي بيتغنى لازم في الفرح ده اساسي؟ يعني اساسي مثلا زي اغنيه ليل وانا مثلا، دي اغنيه تراث هنا جميله، يا للي. الحاجات دي مسموعه قوي على فكره، يعني الحاجات دي بيحبوها اول سويس او المصريين عامه. انما بقى الحفلات ممكن يبقى كل اكتريت شغلنا اذاعي، اذاعي الاغاني الطربيه العاديه. تمام تمام فن. البنبوطيه جايه من المهنه، من البحر، من البحر. البحر لسه المهنه شغاله؟ المهنه شغاله موجوده. البنبوط اللي هو مين بقى؟ البنبوطي ده حضرتك اللي انت بيتعامل مع الصيادين، او هو صياد وبيتعامل مع المراكب، بيتعامل مع البلد اللي بيبيع بقى لل... هو ده البنبوط. هو ده البنبوط. وطبعا ليه شكل معين ورسمه معينه واللبس السديري. دي موضوع كده. والله لو جاني محبوب الليله، محبوب الليله، والله لا اقول له سلامة من الغيبه، سلامة من الغيبه، والله لا فرش له كشمير.